سلام الله عليكم، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم ضمن هذا الموعد المتجدد الذي نقرأ فيه معكم الصحف المغاربية الصادرة اليوم. وفي بدايتها ومستهلها نطلع على الصحف الجزائرية ونبدأ قراءتها من صحيفة النهار اليومي أو النهار الجديد. صحيفة النهار الجديد عنونت صفحتها الأولى: وزير وجنرال استفاد من قروض موجهة للفلاحين، المتهمون تمت متابعتهم بتبديد المال العام واستغلال الوظيفة والنفوذ، تقول الصحيفة. فيما أشارت: واستعدادا للانتخابات التي ستجرى هذا الشهر، دروس عن بعد للأميار الجدد في تقنية التسيير. ننتقل إلى صحيفة الصوت الآخر التي قالت: ولد عباس يؤكد أن الرئيس سيحضر ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، مبروك علينا، بوتفليقة سيكون معنا في 2021. ولد عباس قال أيضا على الصفحة الأولى للصوت الآخر الرقم 5: فالخير على الأفلان منذ انتخابات 1990. مسابقة خارجية لأربعة رتب في قطاع التربية تكشف عنها المسابقة هذا الأسبوع، تقول صحيفة الصوت الآخر. في صحيفة الحوار ودائما في الهزات الارتدادية للحملة الانتخابية قبل نهايتها، تقول الحوار: سعداني وبالخادم وبالعياط في الحملة الانتخابية، إنزال ثقيل لضمان اكتساح الأفلن. تساؤل آخر تتعرض له الحوار في صفحتها الأولى، وهو: هل تنجح الحكومة في تصدير الإسمنت قريبا؟ في توجه آخر خارج الاهتمامات المحلية، تقول الحوار: الشرق الأوسط حرب باردة بنكهة عربية فارسية. وفي أعلى صفحتها الأولى تعود للحديث عن الحملة الانتخابية وما صرح به أحمد أويحيى الذي كشف، تقول الصحيفة: أحداث السكر والزيت كانت مؤامرة على الجزائر. في صحيفة الجزائر نظام معلومات اتصالات الجزائر يتعرض لهجمات. أولا هذا كعنوان كبير في صحيفة الجزائر. في عنوان آخر تشاهدونه الآن: غدا يسدل الستار على الحملة الانتخابية، انتهت، تقول الصحيفة على وقع طرائف وتصريحات غريبة. في الصحف الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية نقرأ في الصفحة الأولى لصحيفة لوسوار: واهتمت بموضوع آخر لا يتعلق كثيرا بالانتخابات وأبرزته، وهو الموضوع المتعلق بالحرقة، وتقول الحرقة محنة الأولياء الرهيبة. في الشأن الانتخابي تقول بنفليس: لا يجب انتظار معجزات بعد الانتخابات. هذه هي طبعا أهم الملفات التي تطرقت إليها الصحف والأخبار الجزائرية الصادرة هذا الصباح. لمناقشة أبرز هذه الملفات ينضم إلينا من الجزائر عن طريق سكايب حفناوي بن عامر غول، صحفي ومدون. بعد الترحيب بك حفناوي، كيف تقرأ أن الكثير من المشاركين في الانتخابات لم يلاحظوا هذا التدهور الرهيب في الخطاب السياسي وهذا الانزلاق الكبير في سواء الإشهار أو حتى الحديث حول هذه الانتخابات؟ شكرا الزميل المحترم. في البداية أود أن أذكر بأن قضية الحملة الانتخابية لم تأخذ ما كان مأمول له، خاصة من طرف الأحزاب أو من طرف السلطة. فالحملة الانتخابية كانت باهتة ولم يعد يفصلنا عن نهايتها سوى يوم واحد. بدت وكأن هناك لا شيء، رغم أن المحليات الانتخابات المجالس البلدية والمحلية تهم كثيرا شرائح المواطنين وعندها علاقة بتسيير يومياته وب نقل انشغالاته وحل مشاكله، ولكن القضية تعود بالدرجة الأولى إلى المشاركين من أحزاب ومن مترشحين أحرار ومن متنافسين، لأن القضية أولا بدت قضية لا تهم الشعب. النقطة الأولى من جانب ترشيحات،
الذين ترشحوا لا علاقة لهم بالمواطنين، وقد رأينا الكثير من الطعون بدت حتى خارج أجال إيداع الملفات الانتخابية، وما لعبته الإدارة في تزوير وفي تغيير، وما لعبته حتى الأحزاب التي تدعي بأنها كبيرة مثل الأراندي ولا الأفلان. وهذه عملية تغييرات نجم عنها بروز جماعة شكارة وجماعة مافيا المال والأعمال، وتم إقصاء الكفاءات وممثلي المجتمع المدني الحقيقيين ومن لهم علاقة وارتباط يومي في علاقته مع المواطن. وهذا الشيء هو الذي فتح لنا المجال أمام الحيرة الكبيرة التي لم نكن نتوقعها حتى نحن الملاحظين أو كمواطنين، بأن الحملة بدت باهتة تماما وكأنه لا علاقة لها بالمواطن. نعم حفنوي بن عامر غول، ولكن دعنا نذكر فقط وفي ذات السياق في هذا الاتجاه الموازي المخالف من الحملة الانتخابية والمتعلق، قلنا عن رداءة الخطاب السياسي المحلي المتعلق بخطابة وبرداءة الخطاب السياسي حتى الوطني. دعنا نقرأ هذا العنوان في صحيفة الصوت الآخر المتعلق بأن ولد عباس يعلم الغيب ويقول باللي مبروك علينا بوتفليقة سيكون معنا في 2021. في المقابل في صحيفة الحوار هناك شخصيات من سابقة في الأفلان تقوم بإنزال ثقيل لضمان اكتساح هذا الحزب في المحليات. كيف يمكن أن تمر تصريحات مثل هذه بأن ولد عباس يؤكد أن الرئيس سيحضر ألعاب البحر الأبيض المتوسط؟ والله يا صديقي هذه القضية تؤدي بنا إلى قضية استغباء الشعب، ويعاملونه وكأنه شعب هذا مش واعي وكأنه شعب مش فهم، ويحاولون أن يمرروا رسائل لأحزاب ما وللوبيات معينة للتأكيد على أنهم مع بوتفليقة وأن بوتفليقة يراقب الوضع وأن الرئيس بوتفليقة مثلا سيكون حاضرا كما قال ولد عباس. ولد عباس مشهور بالكذب، معروف عليه بلي أنه هذا إنسان يكذب ويراوغ في كل أما قضية الإنزال ثقيل ما عادش حاجة اسمها ثقيل وحاجة، لأن ممكن كاينة قائمة محلية في بلدية ما تأخذ نصيب أكثر مما تأخذه الأحزاب التي تدعي أنها كبيرة مثل الأفلان، وهذا دليل على أن الانتخابات انتخابات عروشية بالدرجة الأولى، انتخابات تمت عن طريق المحاباة، انتخابات تمت عن طريق الشكارة، وشفنا حتى الخطاب الموجه أثناء الحملة الانتخابية والذي هو خطاب عشوائي، ما فيهش برامج، ما فيهش منافسة حقيقية، ما فيهش شيء يجمع المواطنين أو حتى يغريهم للنزول إلى يوم الاقتراع. هذا هو الهاجس الذي يؤرق السلطة للتأكيد على أنه ضروري طيب أن يخرج المواطن من أجل أن يدلي بصوته. طيب هذه الانتخابات، طيب هذه الانتخابات، طيب دائما نراها أنها مصورة مسبقة. طيب هذه الانتخابات بغض النظر على أن تكون مزورة مسبقا، بغض النظر على نتائجها وعلى النسب المشاركة فيها، هي في النهاية ستكون يعني امتحان للمترشحين لقيادة الشأن المحلي. في هذه الأيام حفناوي أشارت الكثير من الجرائد إلى فيضانات كثيرة في كثير من المدن، هذه الفيضانات هي شأن محلي بحت، وبالنسبة لهؤلاء سواء الذين سينتخبون مجددا أو المنتخبين السابقين، ما الذي غيرته هذه الانتخابات على المستوى المحلي طيلة هذه السنوات العديدة والمديدة التي مورست فيها؟ بالنسبة للانتخابات لن تغير شيئا ما دام فيها قوانين مجحفة لا تعطي الصلاحيات الكاملة للناخب الوطني على مستوى المجالس البلدية أو مجالس الولاية، وأصبحت البلديات وجودها صوري فقط لأن هناك سلطة كبيرة، سلطة معرقلة هي سلطة الوالي مثلا أو سلطة رئيس الدائرة. ونحن منذ أيام مرت علينا ذكرى فيضانات باب الواد، وكما أنه شفنا في عدد كبير من المواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في التلفزة كيفاش بعض الولايات اللي مثلا ولاية عريقة كما العاصمة كما وهران كما سكيكده
اللي غرقت في مثلا في قطرات من الأمطار. وهذا ناجم على ماذا؟ ناجم على أن التنمية المحلية لم تكن يوما تنمية ذات فائدة أو ذات نجاعة، وكلما صب من أموال أو ما خسر أو ما رصد من مبالغ مالية من أجل تمتين البنية التحتية كان عبارة عن ذرامات في العيون، وتأكيد على أن هناك حالة الفساد وحالة السرقة التي تتم دائما في هذا الإطار. ورانا نشوفوا درك هذ الاميار مثلا اللي راهم عاودوا يترشحوا في الانتخابات، وهذو رؤساء المجال الشعبيه الولايه ما يترشح من اجل الترشح فقط باش يملي الشكاره، وحتى قضيه الكفاءه والنزاهه او الانسان المناسب في المكان المناسب ما شفناهاش. واذا كان هذه المره هذه الانتخابات اللي ترشحت لها كامل رؤساء البلديات السابقين، هذه علاه؟ لان كاين حاجه اسمها صورد، كاين حاجه اسمها سرقه، كاين حاجه اسمها فساد، باش يديروا في جيوبهم والتنميه تكون ولا ما تكونش، هذه ما عندهمش هما علاقه بها، ولازم يعمر الشكاره ويعمر جيبه وخلاص. اما المواطن الله لا يردوا، ما همش يخزروا في المواطنين، والله ما همش يخزروا حتى في قضيه هذه الفيضانات اللي راهي صايره واللي راهي كارثه كبيره، وهذه بينت الفشل الذريع للاداره المحليه وللسلطات المحليه في اداره ازمه صغيره، وهي ازمه مثلا قنوات صرف المياه هذه تاع مياه الامطار. شكرا حفناوي بن عمرو غول، كنت معنا، ناقشت معنا اهم ملفات الصحافه الجزائريه هذا الصباح. نتحول لقراءة ومعرفة جديد الصحف التونسية مع غفران الحسيني من تونس. مرحبا غفران. مرحبا زميلي عبد السميع، تحية إليك وإلى كافة السادة المشاهدين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية الصادرة اليوم بصحيفة الصحافة اليوم. الحكومة والاتحاد يرحلان التقاعد إلى سن 62، تمرير ناعم لتمديد موجع، هكذا كان العنوان. تابعت الصحيفة ما كشفه المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية أول أمس الخميس من فحوى اتفاق جرى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يقضي بالتمديد في سن التقاعد في القطاع العام، يجعله إجباريا إلى حدود السن 62، وذلك بداية من سنة 2020. الخبر الذي أذاعه المسؤول الحكومي على هامش دورة تكوينية نظمتها الوزارة للصحفيين، أفادت مختلف سيناريوهاتها أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يفيد أيضا أن الاتفاق يقضي بالترفيع في سن التقاعد بسنتين بصفة إجبارية وفق مراحل، مع 3 سنوات بصفة اختيارية. كما تابعت الصحيفة أنه على هذا الأساس يكون الترفيع بداية من سنة 19 و2000 لمن سيبلغون التقاعد بسنة واحدة، وسنتين لمن سيبلغون سن التقاعد في سنة 2020. دائما حسب المسؤول الحكومي وعلى هامش دورة تكوينية، اعتبر أن العون العمومي الذي سيحال على التقاعد سواء في سن 40 أو 55 أو 57 حسب نوعية النشاط والأسلاك سيقع الترفيع له بعامين بالتمام والكمال، وله بعد ذلك حرية الاختيار بين التمديد 3 سنوات إن أراد ذلك. نتحول الآن إلى صحيفة الصباح، وتحت عنوان الأراضي الفلاحية من معطاء إلى جرداء، فتحت الصحيفة باب الأراضي الفلاحية في تونس التي أضحت في غالبيتها في غالبيتها من أراضي معطاء كانت تزرع وتغرس في تونس على مدار عشريات وعقود وقرون، إلا أنها اليوم نتيجة الإهمال تحولت من أراضي معطاء إلى أراضي جرداء لا تنتج ولا يمكن للتونسيين أن يستثمروها. واعتبرت الصحيفة في هذا الملف أن هذه الأراضي التي يمكن أن تستثمر في قطاع الفلاحة لا زالت لم تحظى بعد باستراتيجيات وطنية واضحة قد تدفع بها إلى مصاف الأراضي التي تستخدم في تونس والتي تزرع وتثمر ويمكن أن تكون لها فوائد إيجابية كبرى على الاقتصاد التونسي. نختم جولتنا في الصحافة التونسية بصحيفة الشروق، ليلة القبض على زعيمة عصابة المخدرات. تابعت الصحيفة نجاح وحدات الفرقة الثالثة لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني من الإطاحة بإحدى أخطر تاجرات المخدرات في تونس والتي لم يتجاوز عمرها
21 سنة، وذلك إثر كمين محكم القبض على هذه زعيمة العصابة. أطاح أيضا بأربعة تجار مخدرات، وتم القبض على الوسيط الذي حجز لديه 942 طابعا مخدرا، مما كشف على شبكة كاملة تتاجر بالمخدرات خاصة داخل الأحياء الشعبية. وطورت من هذه التجارة من مخدرات بسيطة أو أقراص مخدرة إلى تجارة الكوكايين التي أصبحت تجد لها منفذا داخل الأحياء الشعبية. هذا زميلي عبد السميع تقريبا أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. شكرا زميلنا غفران الحسيني، وقراءة أيضا في جديد الصحف المغربية مع مراسلنا نبيل عبد اللاوي من المغرب. مرحبا نبيل. مرحبا بك زميل عبد الحي وبجميع السادة المشاهدين إلى هذه النافذة من المغرب، والتي نستعرض فيها أبرز العناوين التي ميزت الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم، والتي طبعا أجمعت على عنوان واحد ويتعلق الأمر باحتفال المغرب بعيد الاستقلال، وما دونه من عناوين نستهلها بيومية الأحداث المغربية. قانون المالية ضرائب أقل، حيث أدت التعديلات التي طالت مشروع قانون المالية قبل المصادقة على جزئه الأول إلى التخلي عن العديد من الضرائب التي كانت تحملها النسخة الأولى من المشروع. وكشف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن الحكومة قامت بسحب 50 مادة كانت تتضمن في مشروع قانون المالية 2018، مشيرا إلى أن الحكومة قبلت في الآن ذاته بإدخال 77 تعديلا على المشروع. للإشارة، فقد تمت المصادقة أمس على الجزء الأول من قانون مالية حكومة العثماني 2018. في ذات اليومية دائما طالب الفريق الاشتراك بمجلس النواب بسحب وضع السياسة الصحية من يد الحكومة عبر القطاع المعني أي وزارة الصحة. ودعت النائبة البرلمانية ابتسام مراس خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، دعت الحكومة لتأسيس مجلس أعلى للصحة لتدارك فشل المنظومة الصحية تناط بها مهمة وضع استراتيجية استباقية. نتحول إلى يومية الحركة. السعوديون ينافسون بسوق الأدوية بالمغرب، فقد قال حسام محي الدين مدير الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أنه تم اختيار المغرب للاستثمار في مجال الصناعات الدوائية قصد تعزيز السوق الدوائية بمنافس جديد لباقي الشركات الأخرى على مستوى الجودة والثمن في المنتوج المقدم للمستهلك المغربي كدواء ضغط الدم والقلب والسكري والسرطان. للإشارة، المغرب يعتبر ثاني بلد إفريقي منتج ومصدر الأدوية بعد جنوب إفريقيا. نتحول إلى يومية الاتحاد، حيث أكدت فيدرالية رابطة حقوق النساء على ضرورة مراجعة شاملة للقانون 1303 المتعلق بالعنف ضد النساء المعروض حاليا على مجلس المستشارين. واعتبرت الفيدرالية في بلاغ لها أن هذا المشروع أي مشروع القانون جاء بعد مسار عسير تميز بالتأخير في الإصدار والتجميد لمدة 3 سنوات قبل أن يوحل في صيغة ضعيفة شكلا ومضمونا على مجلس النواب الذي صدق عليه في 20 يوليو 2016 وأحاله على مجلس المستشارين. في ذات اليومية دائما أكدت إدارة المؤسسة السجنية عين 71 أنها تحرص كل الحرص على تمتيع السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الريف كغيرهم من النزلاء بكامل حقوقهم والامتناع المطلق عن كل ما من شأنه أن يشكل حقا من كرامتهم أو سوء المعاملة يقول البيان. نختتم هذه الجولة بيومية رسالة الأمة، حيث سجلت دراسة حديثة أشرفت عليها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن نصف البرلمانيات بالمغرب يجهلن علاقة البرلمان بمؤسسات الحكامة المنصوص عليها في دستور 2011، في حين أن 69% من البرلمانيات المغربيات يجهلن طبيعة علاقة البرلمان بالحكومة، مشيرة إلى أن هذه الفئة ما تزال تعاني من خلط بين وظائف البرلمان والرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية. كان هذا إجمالا زميلي عبد الحي أهم وأبرز العناوين التي ميزت الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم في عيد استقلال المغرب. شكرا نبيل عبد اللاوي، ونطلع الآن على فقرة الكاريكاتير.
شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.